السلام عليكم. اليوم نروح للولاية مستغانم لنقف على الحالة المزرية التي تعرفها الحديقة المركزية بمدينة مستغانم، واللي مش بعيدة عن البلدية مستغانم، واللي هي في حالة مزرية. أنا رحت شفتها هذه عندها واحد شهرين، يعني حالة غير لائقة، خاصة وأنه يعني المزيد يعني مزيد إنسان يعني يتأسف أن الحديقة تقع في الوسط التاريخي تاع مدينة مستغانم، في منطقة استراتيجية، فيه الترامواي من جهة، فيه البلدية والساحة العمومية الكبيرة، يعني الساحة جاية في قلب المدينة لكن مهملة إلى متى هذه الوضعيات؟ لا بد نعاود من الكلام اللي قلته بمناسبة الكلام عن يعني الحديقة المركزية في غليزان، نفس الشيء. المشكل هذا ما يبقى مطروح، يعني لابد تكون فيه مؤسسات ولائيه على مستوى الولايه، دي زيبيك، سكون ابل لي زيبيك، مختصه في تسيير وصيانه والعنايه بهذه المساحات الخضراء وتطويرها. لازم تكون فيه ان بيجي، يكون فيه ميزانيه كونسيكون، ان بيجي كونسيكون، يكون ميزانيه على مستوى يعني العمليه، وهذه العمليه لازم تكون في صلب الاهتمامات تاع المسؤولين، يعني اكثر اهميه من انجاز سكنات والشنطيات والسكنات والباطيمات وما الى ذلك. الان لازم نروح ناخذ معايير جديده في ميدان يعني لا كاليتي، نحاول النوعيه، نعاود نطور يعني نحسن المحيط المعيشي تاع المواطن من ناحيه النوعيه تاع المحيط. لازم تكون لا كاليتي دو لافيرونمون، تكون فيه يعني اهتمام في صلب القضيه تاع لا جيستيون اوربان، يعني التسيير الحضاري نتاع المدن تاعنا. لازم يكون الجانب نتاع تسيير الفضاءات الخضراء هذا هو الاهم، هو ان الشجره هي اللي تمد الاكسجين. لازم تكون فيه عنايه بالتشجير والاشجار والحدائق كل ما هو اخضر، لازم تكون فيه هذه العنايه وتكون في صلب الاهتمامات تاع المسؤولين. لازم تكون فيه، وباش تكون هذه نقدر نغير ندير ثوره في قضيه التخضير والتخضير الفيرتيسمون والاخضرار والعنايه بالشجره، لازم تكون فيه ميزانيه، ويكون فيه الدوله يكون فيه قرار سياسي، لابد يكون قرار سياسي لتغيير الذهنيات وتغيير الوسائل نتاع. لازم يكون قرار على مستوى البرلمان، باش عندما تكون نتكلم سياسيا لازم القرار يتخذ على مستوى الهيئات الكبرى، على مستوى البرلمان، في تغيير يعني المعايير في اختيار في تقييم يعني الميزانيات، في توزيع الميزانيات، الاهتمامات نتاع الدولة. لازم الاهتمام يتوجه باتجاه تحسين المحيط وتطوير نوعية الحياة. إذن نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.